السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه يوزر واي، ده بيعمل إمكانية الوصول للناس اللي عندهم مشكلة في البصر، بيخلي تجربة التصفح عندهم أسهل، بيحسن ال usability وال UI and UX. فلو أنت زرت موقع، هو أوتوماتيك بيبدأ إن هو يديك إمكانية إن أي حاجة ينطقها بالصوت، يسهل لك إن أنت تشوف الواقع بشكل أفضل. ودي من الحاجات المهمة جدا، يعني واحنا بنصمم مبنى لازم نثق ان كل الناس مهما كان ظروفهم واحتياجاتهم وامكانياتهم يقدروا يوصلوا جوه المبنى. فاحنا برضه نفس الفكرة، لما نصمم موقع عايزين كل الناس تقدر توصل جوه الموقع.